أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم خلاله في جولة على أبرز القصص الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية برفقة مراسلين من الميدان. أضيئت شجة عيد الميلاد في جمعية الشبان المسيحية بمدينة غزة بمشاركة عشرات الفلسطينيين، وبدت السعادة ظاهرة على وجوه المحتفلين بإضاءة شجة الميلاد بعد أن حرموا من ذلك العام الماضي بسبب جائحة كورونا. أريج الشوى حضرت حفل الإضاءة وعادت لنا بهذا التقرير. والأمل كانت الوقود لإضاءة شجرة الميلاد المجيد في مدينة غزة، وذلك للإعلان عن سلسلة فعاليات للاحتفال بميلاد السيد المسيح. فإضاءة الشجرة هذا العام جاءت بعد ظروف استثنائية عاشها المواطن في القطاع. شجرتنا هي عبارة شجرة الحياة، شجرة الوجود المسيحي الفلسطيني على أرض وطننا الحبيب. أجراس الميلاد توعد لنا الإنسانية الجديدة للحفاظ ومساعدة كل أبناء شعبنا الفلسطيني قطاع غزة، خصوصا بعد الحرب الأليمة اللي مرت بها. رسالة جمعية الشبان المسيحية هي رسالة المحبة، رسالة السلام، وننتهز فيها بميلاد السيد المسيح له المجد لتعريف العالم كله بالمحبة، بالسلام، بالعدل، وإن شاء الله يكون السلام في أرضنا في وقت قريب بإذن الله. إحنا مجموعة الكشافة الأرثوذكسية العربية بغزة التابعة لمجلس وكلاء الكنيسة الأرثوذكسية، جايين لإحياء احتفال إضاءة شجرة الميلاد، وبنشارك فيها كما بنشارك في كل عام في جميع المناسبات المسيحية والإسلامية، وهذا من ضمن مشاركتنا الدينية، ويعتبر أيضا من ضمن مشاركتنا الوطنية احتفالا بميلاد السيد المسيح. وعروزنا عروزنا كل ليل هنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجزيها. عروزنا عروزنا كل ليل هنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجزيها. شجرة الميلاد هي ميلاد، هي قصة ميلاد السيد المسيح بكل معانيها، وقصة تجسد السيد المسيح في بيت لحم، وهذا يعطي نشر السلام أو ظهور السلام على أرض السلام في فلسطين. نحن مسلمين ومسيحيين جنبا إلى جنب لبناء هذا الوطن فلسطين. نشكر كل إخواتنا المسلمين وقفوا لجنبنا في هذه الأعياد وفرحتنا هذه. بنجدد أمانينا وبنجدد طموحاتنا بسنة سلام وسنة خير على الجميع، وإن شاء الله بنقدر نروح كلنا نزور مهد المسيح
وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى، كلنا جميعا مع بعض إن شاء الله، وكل عام وانتم. تزينت مدينة حيفا استعداداً لاستقبال الأعياد المجيدة، وعادت البهجة إلى شوارع حي وادي النسناس بعد غياب دام عامين بفعل جائحة كورونا التي ألقت بظلال سوداء على المدينة وسكانها، وهم أهل حيفا يحملون بصلواتهم دعاء الأمل بحلول عام جديد مثمر مليء بالسعادة والأمان للمجتمع العربي. كاميرا مراسلون شاركت أهل الحي البهجة وأخذتنا في جولة سريعة في أحياء حيفا. بعد غياب عامين بفعل جائحة كورونا، أجواء الميلاد تعود إلى وادي النسناس في حيفا. كاميرا مراسلون قناة مساواة تجوب حيفا وعلى مدار أيام لرصد الحركة التجارية وحركة العيد. كل سنة إن شاء الله تكون زي هاي السنة، وبنقول كل عام بخير للجميع بإذن الله. وطلع الوضع، طلع العالم، طلع الكيف بكفي، مرقنا سنتين كورونا، وضع المصالح كان كتير كتير سيء، ونقول الحمد لله إسا الوضع كتير بعطيك أمل وبعطيك حياة حلوة، غناني رأس كيف عياد، في أحلى من العياد، في أحلى من العياد، أحلى إشي العياد. وكل عام بخير، كل عام والجميع بخير، يا رب يقيم عنا هالوباء ونرجع كيف كنا وزيادة. كل سنة وانتم سالمين، كل عام وانتم بخير. السنة هاي كتير منيحة كانت، بالأجواء اللي برا عم بتكون، الوضعية الناس كمان كلها فرحانة. مر علينا آخر سنة كان كتير صعب، وبتأمل ما يرجع كمان، بتأمل السنة الجديدة تكون منيحة، الناس تحب بعض، تعطي لبعض، أجواء العيد رهيبة، ومنيح إنه رجعنا لوين كنا مرة. فبتمنى للجميع كل سنة وانتم سالمين، كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير. بتمنى لهم الخير والسلام والمحبة بهذا العيد. للظروف اللي احنا مرقنا فيها هذيك السنة كانت الأجواء كتير خفيفة وميتة، ما فيش فرحة عيد، فيش بهجة. هاي السنة حاسين بالبهجة، حاسين بالفرحة. كل سنة وانتم سالمين، وان شاء الله الفيروس مع 2021 يهرب، نستقبل 2022 بضحكة حلوة، ابتسامة حلوة، وبعيلة زاكية. نتأمل لكل الناس عن جد يجوا يشاركونا، وكل عام وانتم بخير للجميع يا رب. كل عام انتم بخير جميعا. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله كل سنة تكونوا سالمين. بتمنى للجميع عيد سعيد، وكل عام الجميع بألف خير. ان شاء الله يا رب تكون سنة خير على الجميع، وكل المشاكل الكورونا هي تروح عنا، ويرجع الشارع يتعمر من أول وجديد، ونشوف كل الناس بأحسن صحة وأحسن سعادة. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة وهداوة البال للجميع. كل عام وكل شخص بكل العالم بألف خير، وإن شاء الله الخير يضل عامم بكل مكان بالعالم. كل عام وانتم بألف خير، وبتمنى لكم الصحة والسعادة. بتمنى الكل كل عام مني بألف خير، صحة، خلي الناس كلها مبسوطة. بتمنى من قلبي أهل الواد كلهم يعيدوا الحب بخير وسعادة، ويخلينا إياهن، خلي الصغير والكبير ويظلوا طيبين ويعيدوا. وندعيكم انتم كل سنه تيجوا تصورونا، وتضلوا انتم كمان طول العمر لكم، ينعاد عليكم وعلى اهلكم بخير وسعاده ان شاء الله.
أشباحي مجرد إنعكاسات وردية على الشاشة، معرض جماعي يسعى إلى توظيف الخيال والذكريات الطفولية كوسائل فعالة في مواجهة معالجة شتى أشكال العنف والاضطرابات التي نعيشها، منها الاقتصادية، الجندرية والتاريخية والاستعمارية والنفسية وأيضا المجتمعية. رماح مفيد حضرت المعرض وعادت لنا بالتقرير التالي. الحيز البديل في مدينة الطيبة يقع على منطقة جغرافية صغيرة بل ضيقة، ولكنها توفر مساحة كبيرة من الحرية للشباب والفنانين في منطقة المثلث. وفي هذا المعرض الذي يحمل عنوان أشباحي انعكاسات وردية على الشاشة، هذا المعرض يوفر مساحة للفنانين الشباب لعرض مشاعرهم عبر لوحات فنية وإلكترونية حول هويتهم الفلسطينية تحت الاحتلال. المعرض الحالي احنا بنشتغل مع فنانين اللي مركوا مع بعض سيرورة من شهر 6 لليوم، عملوا معرض افتتاحي اول اللي فيه عرضوا اعمال اللي هي جاهزة عندهم كتعريف عنهم، كل واحد الفن تبعه الاسلوب تبعه بالرسم، ان كان فيديو ارت رسم نحت ايا كان. والمعرض الحالي هو اكثر مختص ببحث كل موضوع الخيالات والماضي تبعنا وكيف احنا احيانا بنحس حالنا عالقين ومحتاجين انه نرجع للماضي عشان نقدر نفهم كيف نتقدم في حياتنا، والاشي كثير مربوط بكل الصراع اللي مرقناه باخر فترة بالذات بشهر 5-6، كل الهبة اللي صارت وكيف الفنانين كانوا يتواجدوا على وسائل التواصل الاجتماعي يعبروا عن هاي الغضب بطرق مختلفة، وحاولنا نبحث مع حالنا كمجموعة وين إحنا منشوف حالنا من كل هاي الأشياء اللي بتصير. بهالمعرض قررنا أنه نحكي عن الفن الفلسطيني بس بطريقة ثانية، ونحاول نبحبش على أشياء بالفن الفلسطيني أو على إحنا كطلعين ناس طلعين أو طلعات من بيوت فلسطينية. فإنه بأحد المرات طرحنا الرموز اللي بتطب الفن الفلسطيني، فحكينا عن النباتات، عن البرتقال، عن الصبر، كل هذا الأشياء، وأنا لفت نظري الصبرة وقلت إنه هالإشي شدني، فقلت كوني بنت كيف بقدر أخذ الصبرة وحطها بقالب ثاني لأني بنت، فإنه كمت الصبرة النبت اللي بتوجع واللي صعب نتعامل معها من بعيد حطيتها على صدري اللي عن جد حساس، يعني إشي حساسي شوي. العمل أنا لسه مشاركة فيه وراح يكون يحكي أكتر عن إنه كيف المشاعر السلبية اللي أنا بحس فيها كبالغة عم تتغلغل للذكريات تاعت طفولتي أنا، فكيف إنه أنا حتى الطفولة تاعتي مش راح أقدر إنه أطلع عليها بإشي اللي هو أكتر بريء، أكتر راح أطلع عليها بنظرتي اللي لسه هي أكتر سلبية لهاي للماضي تاعه والأكتر للوضع تاعنا إحنا هون. فبخلط حاولت إنه أخلط شغلات من سبيستون، شغلات لي أكتر مع الإنترنت، شغلات هيك شغلت من هالنوع، وأخذ منها مقاطع ونزي أركبها ببعض اللي يعمل زي كأنه ترجمة للمشاعر أنا بحس فيها بالوقت الحالي. الهدف أصلاً من إتاحة الحيز البديل هو وجود مساحة لكل الشباب إنهم يكون عندهم مساحة يعمل بدهم إياه، إن كان معارض فنية، إن كان لقاءات، أي مجموعة اللي بتحس إنه هي بحاجة لإطار اللي يكون زي حاضنة لإلها، فيعني جمعية تشرين تفتح الباب تبعها لهي المجموعات، وبالذات الناس الموجودة في المثلث، لأنه زي ما بنعرف في نقص كبير بكل الجمعيات الثقافية وبالأخص في المثلث، فبكبير إحنا مساحة اللي هي مفتوحة للجميع يعني. تحت عنوان أنامل مبدعة ومنتجة من بلدي، بازار مميز أقيم في المركز الجماهيري بمدينة طمرة الجليلية، والذي تحول إلى معرض للفنون الجميلة لتشجيع الأشغال اليدوية المحلية ودعما لأصحاب المصالح الصغيرة. وتخلل البازار أكشاك بيع وعرض ترفيهي للأطفال ونقش الحناء والرسم على الوجوه وفعاليات أخرى شيقة وحماسية نشاهدها معا في تقرير الزميل رازي طاطور. موسيقى
مشروع اليوم هو مشروع عمل لدعم المصالح العامة في البلد عندنا، ولدعم النساء وللنساء العربيات اللي هن بيشتغلوا داخل بيوتهن، وهي الهدف الأساسي من المشروع، وكمان للإيمان في نفسهن. يعني كل واحدة موجودة جوا، كل واحدة هي مبدعة، هي قادرة تعمل تغيير، هي فبدنا نعطيهم هاي المنصة إنه آمنوا بنفسكم وآمنوا بقدراتكم. شفت بأم عينيك المنتجات الرائعة اليدوية المتعوب عليها في البيوت، المشغولة في البيوت، وهون عندنا نسائنا الموجودات اليوم مبدعات ورائعات، وانتقلنا من شعب مستهلك فقط إلى شعب منتج. جاي أقدم شغل حلويات بيتية صنع إيد، يعني بدون ولا أي شيء زيادة. حابة أوجه كلمة لكل صبية حاسة إنه في عندها موهبة لو إشي بسيط تشتغل على حالها زيادة. بدعم النساء اللي هن ما الناس بتعرفهنش، يعني انا مني واحدة الناس اللي الناس بتعرفش انا شو بشتغل. انا طبعا هي هواي كانت، والشيء انا اشتغلت على حالي كثير وطورت الاشي، وصار عندي اقتراحات انه اشترك ببازارات واشي، فالاشي دعم كثير، انطاني ثقة اكثر بالنفس ان انا بقدر اعمل وبقدر بتحديت الاشي وبديت فيه. رسالتي انه شوفوا المبدعات اللي حواليك، وشوفوا الناس اللي بيشتغلوا من بيوتهم، شوفوا الناس اللي عمالين بيحاولوا قد ما بيقدروا انهم يعملوا لنفسهم داخل من قلب البيت، حتى من غير ما يطلعوا لبرا على الشارع، من غير ما يطلعوا وينخرطوا بسوق العمل برا. العافية الصبايا هيك، حتى انا اول مره بشوف صبايا صغيرة بتمرة عندها هي المشاريع، فبتخيل انه الاشي، تخيل لما يكون هيك على هذا المستوى قد ايه بيكون ناجح، قد هيك بيكون في دعاية أكثر كمان، اللي مش معروفات عمالين ينعرفوا بهاي الطريقة، فالإشي كثير حلو ويعطيهن العافية الصبايا. المشروع كثير حلو، أنا أول مرة بشترك بهيك بازار، فكرة كثير حلو وداعمة للنساء. النساء كمان، بما إنه النساء عنا مش عم تشتغل، مش عم تطور حالها، فكتير مشروع كثير حلو. رغم جائحة كورونا استطاع مصنع سودا ستريم الحفاظ على نموه دون أن يمس بأرزاق العاملين فيه سواء العرب أو اليهود. يقبع هذا المصنع في المنطقة الصناعية التجارية المشتركة عيدان هنيجف التي أقيمت بمبادرة مشتركة بين رهط وبني شمعون ولهافيم، وكان من بين أول المبادرين لإنشاء المصانع في هذه المنطقة على مساحة تصل على نحو 85 دونماً. ياسر العقبي زار المصنع والتقى بالعاملين هناك لنتابع سوياً.
في مصنع سودا ستريم بالمنطقة الصناعية عيدان هانيقف في رهط يعمل أكثر من 2000 عامل من العرب واليهود وكذلك من الضفة الغربية، يصدرون منتجاته إلى أكثر من 46 دولة في أنحاء العالم. كنا في زيارة خاصة لمصنع يعمل فيه من كافة الأطياف بتعاون كامل ولم يتأذ تقريبا رغم جائحة الكورونا. أنا بشتغل كرئيس فريق مسؤول عن جودة المواد اللي تدخل على خط الإنتاج، وإحنا تقريبا بنفحص، إحنا زي الصفاية بنفحص كل المواد اللي ممنوع توصل الزبون، يعني تكون المواد تكون في الجودة العالية اللي لازم توصل الزبون. بدأت أشتغل في سودا ستريم من 2014 من بداية ما فتح فرات. أنا أم لست أولاد، ومسؤولة أنا مسؤولة عن تقريبا 50 عامل. عن بديت أشتغل ومبسوطة في الشغل جدا، وبديت من عاملة عادية إلى مسؤولة في قسم، وأنا كثير كثير مبسوطة من سودا ستريم، وفي أشياء اللي بتصير يعني بيساعدونا وبينتبهوا يعني لطلباتنا واللي بينقص علينا، وأي مشاكل بتواجه لنا احنا بنتواجه لهم بيحلوهن. صار لي 6 سنين بشتغل هنا في سودا ستريم. بديت كعاملة 4 سنين، هسا تقدمت صرت أحرقية كاف يتسور، بشتغل صار لي 2 سنين أحرقية كاف. من ناحية شعور بسودا ستريم، يعني إحنا هنا كعائلة واحدة موحدين، ما بتفرق من أي بلد من أي منطقة اللي بيشتغلوا هنا. بعدين يعني حسب ما انا شايفه هنا في سودا ستريم، الكل يعني اللي حاب يتقدم اللي حاب يشتغل هنا كنا بنشتغل يعني ايد واحده. مكان العمل وفر لنا كثير اشياء اللي هي قريبه من المنزل، اول شغله، وثاني شغله شعوري داخل هذا المصنع ان انا اعتبرت عيله، يعني اعتبرتهم عيله، وكمان بنفس الوقت ان انا طالبه جامعيه وفر لي اني اركن على نفسي بدل ما أطلع لمكان عمل ثاني اللي هو بعيد عن المنزل تبعي وبعيد عن المدينة اللي أنا ساكنة فيها. مصنع سودا ستريم هو مصنع إنجاز كبير، أن يكون مثل هذا المصنع يحتوي على عدد كبير من العمال في ظل التطورات. نحن كمدينة بدوية أصبحنا مدينة عصرية، نعم نحن شعب محافظ وملتزم، ومهم جدا توفير أماكن عمل لشريحة نساء ربما لم تتعلم كفاية ولا تريد أن تعمل خارج مدينة رهط. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج مراسلون، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.